وانا قبلت التحدي. ام عبده اتحدتني، صاحبة قناة البلد يوكا اتحدتني في الكيكة، وانا قبلت التحدي. ونشوفوا كيكة مين، واحكموا الكيكة بتاعتي ولا الكيكة بتاعتها. وخليكم معايا بقى وتابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا مين اللي كسب التحدي. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة احنا في تحدي ما بيني وما بين قناة ام عبده اللي هي صاحبة قناة البلد يوكا. تحدينا بقى، اتحدتني على الكيكة، اتحدتني على الكيكة بالبرتقال. انا هعملها بطريقتي وهي هتعملها بطريقتها، وهتشوفوا مين طريقته احسن. خليكم معايا بقى. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نقدر معايا هي ام عبده اهي، معايا هنا كوباية سكر، ومعايا اتباع بيكنج باودر، ومعايا كوباية الا ربع زيت، وثلاث بيضات، ومعايا 2.5 مكيال دقيق او 2.5 كوباية دقيق، ومعايا معلقة خل، ومعايا معلقة فانيليا، وبرتقانة انا غسلاها زي ما انتوا شايفين. وهبتدي اقشرها، اخد القشرة بتاعتها اللي من فوق خالص كده زي ما انتوا شايفين، قشرة رفيعة خالص. هبتدي اقشرها بالشكل ده عشان اعملها برضك في كيكة البرتقال، هتبقى طبعا كده خفيفة، القشرة تبقى خفيفة خالص. بتتحديني يا ام عبده في الكيكة بتاعتي دي؟ كيكة البرتقال دي انا مشهورة بيها في العيلة كلها. تعالي كده وجربي واسألي، هيقولولك ايه الكيكة بتاعت هالة الا كيكة هالة بالبرتقال. بصوا بقى، انا كده قشرتها وهعصر بقى ايه البرتقانه ديت النص اللي هي اللي بعد ما هاخد القش وهعصر البرتقانه، هاخد العصير بتاعها. بصوا كده، انا عصرت البرتقانه كلها اهي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا تفر البرتقان كله في المصفى زي ما انتوا شايفين من فوق، مش هنزلها معايا في الكيكه خالص ولا هحطها معايا. هصفي بقى كده العصير اهو، طلع معايا كوبايه كامله اهي زي ما انتوا شايفين. الكيكه دي انا هضربها في الخلاط كلها من غير ما اضرب بيض ومن غير وجع دماغ، هضربها كلها في الخلاط. الطريقه بتاعتها سهله وبسيطه جدا ومش محتاجه معايا اي تعب. حط بس اول حاجه كده البيض معايا، طبعا البيض بدرجة حرارة الغرفة. هاي ام عبده، لازم البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة. اي حاجة بستعملها في عمل الكيكة لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة عشان تطلع معايا كيكة ناجحة ومضمونة. هاي ام عبده، ايه رأيك في التحدي؟ كده انا حطيت الثلاث بيضات، متابعة معايا ولا مش متابعة؟ هضيف عليهم بس السكر وارجع لك بقى. طيب انا ضربت البيض بس في الاول وبعد كده هضيف عليه السكر. بصي يا ستي، انا حطيت دلوقتي البيض وحطيت السكر، هجيب بعد كده ايه، هحط القشر بتاع البرتقال اللي انا قشرته زي ما هو مصحح اهو، مش هقطعه ولا اي حاجه، واحط كوبايه العصير بتاعه البرتقال، واروح بقى ايه ضربهم ضربه حلوه قوي كده في الخلاط عشان طبعا قشر البرتقال كله يبقى ناعم معايا، لازم طبعا القشر يكون ناعم.
فاضل معايا بقى الكوباية الا ربع زيت، هضيفها دي اخر حاجة خالص. اخدت جزء كده منها وهكملها واحدة واحدة وانا شغالة، مش هحطها كلها مرة واحدة، هحط بقية الزيت اهو زي ما انتم شايفين كده في الخلاط. اضربه بقى ضربة حلوة كده، دي اخر حاجة فيها. بس كده شكرا، انا مش عايزه بقى الخلاط تاني اهو. ايه رايكم الكيكه بتاعتي كده جهزت؟ يا دوب بس كده احط بقى الحاجات دي على الدقيق وخلاص على كده. طبعا معايا هنا زي ما انا قلت كوبايتين ونص دقيق او 2 مكيال ونص، لازم طبعا تتنخل حلو قوي، الدقيق يتنخل عشان يبقى معاكي هش وحلو كده. حط كده المكيال التاني اهو، ده كده المكيال التاني، انا حطيت واحد اهو وبنخل التاني، كل دي بيتنخل، واضيف عليه نص بقى الايه المكيال اللي فاضل، ويتحط معاهم بقى ايه باكل بيكنج باودر. هضيف بقى عليهم ايه، هضيف بياكل بيكنج باودر كله. طبعا واخدين بالكم انا لسه ما حطيتش الفانيليا، دي بقى بسيبها اخر حاجه كده عشان تدي طعم الكيكه وريحه تفضل حلوه معاها، والفانيليا ما تتحط اخر حاجه كده بتدي ريحه جميله جدا. قلبها بقى كده مع الخليط كله كده حلو، وانزلها بقى على طول خلاص كده على الدقيق. انزل بقى بالخليط كله مرة واحدة، ايه رأيك يا ام عبدو؟ طبعا هنقلب في اتجاه واحد يا ام عبدو، طبعا انت عارفة، انا عارفة كويس قوي ان انت عارفة طريقة الكيكة حلوة قوي، وانت اللي هتكسبيني في الاخر في التحدي. بس ابدا على مين؟ واخدين بالكم ان انا لسه معايا بردك معلقه الخل مخليها اخر حاجه. الخل بقى بيخلي الكيكه بتاعتي بردك مرتفع كده وهشه خالص، وتفضل كده معايا ناعمه. خليها اخر حاجه عشان ده كده ايه هيتقلب في الاخر مع المقدار مع كل الخليط اللي ايه اللي انا عملته بتاع الكيكه. طبعا ما ننساش اهم حاجه ايه يا ام عبده، فاكره ولا ناسيه؟ قولي لي كده فكريني، ها ايه اللي ناسينه وعايزين نقولوه؟ طبعا ان الفرن تكون شغاله من قبل ما احط الكيكه، يعني على الاقل ربع ساعه، انا من اول ما ابتدي اشتغل في الكيكه بروح مشغله الفرن. حطيت بقى هي معلقه الخل، مش ناسيها ولا حاجه، قلبهم كلهم في اتجاه واحد، الكيكة ما بتتقلبش الا في اتجاه واحد. هشوف بقى الكيكة بتاعتك انت عاملاها ازاي. طبعا الصينية ايه يا ام عبد، الصينية مدهونة ومرشوشة بالدقيق، وانزل بقى بكل الخليط اللي معايا دوت. بس في تكايه كده اقولك عليها ولا ما اقولكيش؟ سر من اسرار الكيكه اكيد انت طبعا عارفاها. بترفعي بس ايدك شويه كده في الهواء عشان كل الهواء يخش معاكي كده وانت نازله بالكيكه.
طريقة الكيكة دي أبسط كيكة أنا بحب أعملها وأسهل كيكة بتتعمل معايا صراحة، بسيطة وسهلة جدا، شوية حاجات بتتحط في الخلاط وشوية الدقيق يتقلب عليهم. طبعا طريقة جميلة بجد والله، يعني ياريت تجربوها هتعجبكم قوي، وطعم البرتقال في الكيكة بيبقى جميل قوي، لان العصير لوحده مش كفايه، فانا بحب اوي احط قشر البرتقال زي ما انتوا شفتوا كده، بيديها طعم جميل. اللون بتاعها بيبقى مصفر شويه بس طعمها بيبقى جميل جدا. هي بقى الكيكه بصوا كده وهي في الفرن، ايه رايك يا ام عبدو؟ عايزين عجباتك. ها شكلها بقى ولونها عامل ازاي. طبعا بتتحط في نص الفرن على درجة حرارة 180، والفرن بتكون شغالة من أول ما ابتدي أشتغل في الكيكة. هسيبها بقى كده ايه تبرد شوية. ها ايه رأيك، بوريها لك اهو تاني عشان تشوفيها. الكيكة بتاعتي بعد ما بردت شوية كده ابتدي بقى اقطعها واوريكوا شكلها. على فكرة في سر تاني كده ممكن نعرفوه سوا، لو ما تحبي تطلعي الكيكة معاكي قبل ما تطلعيها، يعني بعد ما تطفي الفرن بتسيبيها حوالي 3 دقايق بالظبط وانت فاتحه الباب نص فاتحه كده، عشان ما تهبطش معاكي وتفضل معاكي مرتفعه زي ما انت شايفه كده. ايه رايك في الكيكه بقى يا ام عبده؟ قوليلي رايك، يا رب تكون عجبتك. انا عارفه ان الكيكه بتاعتك هتطلع احلى بكتير. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، التحدي بتاعي انا وام عبده، وشوفوا مين اللي كسب. ما تنسوش بقى تقولولي في الكومنتات. طب عملت لك كوبايه عصير معايا اهي، كوبايه عصير برتقال عشان تاكليها بالهنا والشفا. واشوفكوا بقى ان شاء الله في فيديو جديد، بس ما تنسوش قبل اي حاجة اللايكات الحلوة، واللي مش مشترك يشترك ويفعل